اللهم ارحمها فوق الأرض وتحت الأرض ويوم العرض عليك. اللهم قها عذابك يوم تبعث عبادك. اللهم أبدلها دارا خيرا من دارها وأهلا خيرا من أهلها، وأدخلها الجنة وأعذها من عذاب القبر ومن عذاب النار. اللهم عاملها بما أنت أهله ولا تعاملها بما هي أهله. اللهم اجزها عن الإحسان إحسانا وعن الإساءة عفوا وغفرانا. اللهم إن كانت محسنة فزد في حسناتها، وإن كانت مسيئة فتجاوز عن سيئاتها. اللهم أدخلها الجنة من غير مناقشة حساب ولا سابقة عذاب. اللهم آنسها في وحدتها وفي وحشتها وفي غربتها. اللهم أنزلها منزلا مباركا وأنت خير المنزلين. اللهم أنزلها منازل الصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. اللهم اجعل قبرها روضة من رياض الجنة، ولا تجعله حفرة من حفر النار. اللهم افسح لها في قبرها مد بصرها، وافرش لها قبرها من فراش الجنة. اللهم أعذها من عذاب القبر، وجاف الأرض عن جنبيها. اللهم املأ قبرها بالرضا والنور والفسحة. وإذ قال الله يا عيسى ابن مريم أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله، قال سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق، إن كنت قلته فقد علمته، تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في إنك أنت علام الغيوب، ما قلت لهم إلا ما أمرتني به أن اعبدوا الله ربي وربكم، وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم، فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم، وأنت على كل شيء شهيد. ما قلت لهم إلا ما أمرتني به أن اعبدوا الله ربي وربكم، وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم، فلما توفيتني كنت أنت الرقيب، أنت على كل شيء شهيد. إن تعذبهم فإنهم عبادك، إن تعذبهم فإنهم عبادك، إن تعذبهم فإنهم عبادك، وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. قال الله هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم، لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا، رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك الفوز العظيم. لله ملك السماوات والأرض وما فيهن،
وهو على كل شيء قدير. كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. إنسان يستعد يا إخوة، إحنا كلنا إحنا في الدين يستعد هذا اليوم هذا. ربنا تبارك وتعالى الراضي عنا. لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا. رضي الله عنهم ورضوا عنه، رضي الله عنهم ورضوا عنه، ذلك الفوز العظيم. لله ملك السماوات والأرض وما فيهن، وهو على وصلي ربي على سيدنا محمد في كل وقت وحين. إنكم اللهم اغفر لها وارحمها، اللهم اغفر لها وارحمها، وعافيها واعف عنها، وأكرم نزولها، وأسع مدخلها، وصلها يا رب إلى الفرج والبر، آمين. وعافيها من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، آمين. آمين. ولا تبتلها في قبرها بما لا طاقة لها به. آمين. وارزقها بنبينا عليه السلام. آمين. يا رب تبتل القول الثابت. آمين. يا رب تبتعد في هذا الملكين. آمين. يا رب تبتل الصواب عند كل دواء. آمين. يا رب تنس وحشتها. آمين. وارحم غربتها. آمين. يا رب وسع عليها في قبرها. آمين. يا رب وسع عليها في برزخها. آمين. يا رب اجعلها من أهل الجنة. آمين. يا رب اجعلها من أهل الرحمة. آمين.
ولا حول ولا قوة إلا بالله وعددد وقرآن حكيم على صراط مستقيم تنزيل العزيز الرحيم لكوتي الشرع لكوتي إلى آباءكم غافلون فقد حق القول على أكثرهم لا يؤمنون إنك أنت في أعناقهم أفلم يكفهم مقهرون وجعلنا في أيديهم سدا وخلفهم سدا فأكثرهم لا يؤمنون وسلام عليهم أفلم لا يؤمنون إنما السلام الصبان حاضر في جنازة الأم ديال الأخ ديال نصيف الدين والعائلة ديالو. سي عبد السلام كيفاش جاتك فاجعة موت الحاج رحمه؟ السلام عليكم بعدا. بالحقيقة حنا تفاجأنا بالموت ديالها، ولكن الموت علينا حق وكل نفس ذائقة الموت. والإخوان هذو الإخوان ماشي أصدقاء فقط، الإخوان ديالنا كامل والإخوان الإخوان أخوات عائلة النايب، وتقدمنا لهم بالعزاء وتأسفنا لهم بزاف على هذا الخبر ديال الأم ديالهم، الأم الحنونة، الأم اللي طلب الله سبحانه وتعالى أن يتغمدها برحمته في الفردوس الأعلى مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. نسأل الله سبحانه وتعالى أن تكون من أهل اليمين، أن تكون من أهل اليمين، أن يرزق أهلها بالصبر والسلوان على الفرق ديالنا. ولا إله إلا الله محمد رسول الله، لا حول ولا قوة إلا بالله. لا أثر فينا، ولكن هذه الموت فهي هذه سنة الحياة، كل واحد فينا كينتظر المشكل اللي هو يوميا كتفاجئنا الموت مثلا احد من الاقارب ديال الاصدقاء ديالنا والاخوان ديالنا والجيران ديالنا. ولا اله الا الله محمد رسول الله. نطلب الله سبحانه وتعالى حسن خاتمه لنا ولجميع المسلمين والمسلمات، حسن خاتمه والثبات، الثبات عند الثبات على الشهاده عند الموت، والثبات في سؤال القبر ان شاء الله يا ربي. وحنا عزاءنا كامل جميع العائله ديال النايب وديال الام ديالو كذلك. وشكرا لك قاعد القناه على الفرصه اللي عطيتينا باش نبلغوا السعاده ديالنا جميع العائله ديال جميع العائله النايب. شكرا جزيلا استاذ عبد السلام صبان، الله يتوفانا مسلمين. هذه المناسبه هذه جينا نزورها والاخ ديالي والام ديال الصديق والاخ ديالنا محمد الغرباوي او كذلك، جينا بهذه المناسبه نزورو جميع مثلا الاقارب والنصيحه في جنازه ام سيف الدين النايب والعائله ديال النايب كلها. السي مصطفى قلنا شي كلمه في حق وفاه الحاج رحمه. الأخ طلاق تعزينا الحارة لجميع العائلات النايب منهم أخ سيف الدين والإخوان محسن وعادل ورضوان، إن شاء الله يا ربي نجعلهم أهل الجنة إن شاء الله يا ربي. شكرا سي مصطفى، شكرا جزيلا. متواجدون اليوم في جنازة الأم أم عائلة النايب وعلى رأسهم العميد فريق اتحاد طنجة سيف الدين النايب والإخوان ديالو والعائلة. معنا الإخوان جاو من بعيد. سي رضوان اللواح، سي رضوان قلنا شي كلمة في حق وفاة الأم ديال سي سيف الدين. بسم الله الرحمن الرحيم. في الحقيقة حنايا كنتأسفوا بزاف من هذا الحدث هذا اللي وقع، الوفاة ديال الأم ديال سيف الدين أسامة ورضوان
رضوان السلام عليكم. كنقدموا كنقدموا التعازي ديالنا لكافه الاسره ديال النايب ام 80 علي قادر يرحم الوالده ديالو ويرحم جميع اموات المسلمين وان لله وانا اليه راجعون. شكرا جزيلا سي رضوان الواح سي نور الدين تمساماني. السلام عليكم. الوجود ديالك فيه البركه سي نور الدين. قلنا يعني شي كلمه في حق الام ديال سي سيف الدين والاخوان ديالو، يعني الله يرحمها والله يوسع عليها. تفضل اخي نور الدين تمساماني. صمادي بعدك اولا قبل كل شيء السلام عليكم. وكنت دائما دائما فينا دائما حاضر في هذا في بروكسل ولا في اي مدينه من اوروبا، حاضر دائما حاضر. وكنشكرك بزاف على التدخلات ديالك وعلى هذا العمل اللي كتقوم به مع الجاليه المغربيه باوروبا، وكنشكرك بزاف. وفي هذا المصاب الجلال اللي قمنا به سبحان الله لا اله الا الله، ان الام ديال الاخ ديالنا سي سيف الدين عميد فريق اتحاد طنجه سابقا ومعروف عن الصعيد الوطني ومعروف عن الصعيد المغربي، والاخ ديالو محسن ورضوان وعدنان عادل اسامه الله يرحمهم برحمه الله. هذه المفاجاه اللي جاتنا صدمه، لان مسكين ديك الليله هذيك حنا كنهضروا قلنا جالسين مع بعضيتنا وكنتكلموا عليها مسكينه وكندعيو معاها حتى الصباح، وعيط لي محسن وقال لي سبحان الله الام ديالي راه توفات. قلت له الله اكبر. وديك الليله هذيك سبحان الله ناض وكلات وتمشات مزيانه بحال اللي ما عندها والو، وهذا مصاب من هذه الله اللي سماها مصيبه، هذه هي الله سبحانه وتعالى اللي سماها ذكرها في القران مصيبه الموت. فكنتمنى الله سبحانه وتعالى ان يجعلها قبرها روضه من رياض الجنه ولا تجعلها حفره من حفر النار. اللهم ثبتها يا رب العالمين عند سؤال الملكين، واغفر لها وارحمها، انت مولانا فانصرنا على القوم الظالمين ولله الحمد. شكرا جزيلا اخي نور الدين تمساماني. عبد المجيد بوفراحي، مجيد بوفراحي، قلنا شي كلمه في حق وفاه الحاجه رحيم والام ديال سيف الدين والعائله ديال النايب. السلام عليكم. كنشكر وحداتي على الحق الصمادي، كنشكرك على هذا المجهود اللي كتعمل دائما ان شاء الله، وكنترحموا على المرحومه، وكنقدم التعازي لجميع العائله ديال المرحومه منهم كمي سيف الدين ومحسن والاولاد ديالها كاملين. ايوا وفقدنا هذه امنا ام جميع ان شاء الله، حنا كنعملوا المجهود ديالنا هنايا، وكنقولوا للعائله اللي في المغرب عليهم الصبر ان شاء الله وصول جميل. والحمد لله على بركه في هذا الجمع هذا كامل، كلشي ابناء ديالها، وحنا الحمد لله على المجهود ديالها. وشي نقول لك السلام عليكم. شكرا سي مجيد بري معروف عليه. سي اسماعيل، كيف جاتك الفاجعة ديال الموت الحاجة رحيم والأم ديال سيف الدين والعائلة ديال النايب؟ الفاجعة كانت علينا قاصرة بحال الأم ديالنا، وراه ولادها بحال خوتنا وحنا خوتنا مع بعضنا وخرينا مع بعضنا. شنو نقول لك؟ الله يعطيهم الأجر، الله يرزقنا الصبر كاملين وعزائنا الوحيد، الله يرزق الصبر أهلها والأولاد ديالها وجميع المسلمين، الله يرحمها ويوسع عليها. شكرا شكرا سي اسماعيل. اذا معنا سي سعيد الصمادي، محمد سعيد الصمادي، اللي كيعرف الحاجه عن قرب لان تربوا مع بعضياتهم في دار وحده. سي سعيد، كيف جاتك فاجعه الموت ام سيف الدين والعائله ديال النايب؟ السلام عليكم سي الخلاق. اولا وقبل كل شيء الله يرحم المرحومه، الله يسكنها فسيح جنانه. حنا هنايا اليوم في مقبره ايفر باش نكونوا مع الاخوان ديالنا، الاخوان النايب، الاخوان ديال سيف الدين على رضوان ولا محسن ولا اسامه ولا عادل، حنا نوقفوا معاهم لان حنا كتجمعنا معاهم صله الجوره قبل كل شيء، هما اصدقاء وجيران على ما يزيد 50 سنه، راه الوالد كان الجيران ديالي. وصراحه عندنا عزازين بزاف، وحنايا بيدنا تاثرنا بهذا الخبر، وكنتمناو الله عز وجل يصبرهم. وهادشي اللي كاين اسعاف على مرة أخرى، الله يرحم المرحومة ويسكنها فسيحة جنانه. شكرا سي سعيد الصمادي. هو صديق أبناء المرحومة الحاجة رحمه الله يرحمها، يعني قلنا شي كلمة في حق الحاجة الله يخليها. الحاجة مرة مزيانة وتيقول زعما الصراحة كنترحم عليها في هذه الساعة هذه، ومسكينة الناس مرة بخير، كانت كتعمل الخير بزاف، فهمتيني؟
ولاد زعما الصراحه كنبغيهم بزاف لان ولاد وقفوا معاه مزيان زعما الصراحه عند الاولاد زعما شي حاجه عظيمه زعما الصراحه هي الاولاد كاملين زعما عندي عزازين وهي كثار فهمتيني حتى هي مسكينه مرض الخير ومرض عملت بزاف د الحوايج زعما اللي هما مهمين في الدنيا فهمتيني وكنطلب الله تعالى يجاوز عليها فهمتيني ونزل عليها الرحمه والتوبه والغفران فهمتيني ويوسع على من ضل بصر فهمتيني ويجعل على مع النبيين والصديقين والشهداء ونطلب الله تعالى عليها التوبه والغفران هذا الشيء اللي ما نقول لك والسلام. شكرا سي مصطفى شكرا جزيلا العشرين الذي قلنا كذلك كلمه في حق وفاه ام سيف الدين والعائله ديال النايب سي عبد السلام العشري. تفضل اخي الكريم كيف جاتك فاجعه موت فاجعه حقا غريبه والله يدخل عليهم الرحمه وعلى جميع المسلمين وعلى الوالدين ديالنا وعلى جميع الاحبه سبحان الله كتجي مفاجاه سلبيه صعيبه بالنسبه لي ديالنا وبالنسبه لي الاكثر ايوا الله يدخل عليهم الرحمه شكرا المسلمين. شكرا جزيلا سي عبد السلام شكرا صديق ابناء الحاج رحمه الله يرحمها هو موجود معنا هنا بمقبره ايفير. سي عبد الحميد كيف جاتك هذه الفاجعه موت الحاج رحمه الله يرحمها والله الله يجعلها من اهل الجنه يا رب العالمين الله يرحمها والله يغفر لها وكنقدموا التعازي ديالنا اخوان ديالنا محسن واسامه وعادل ورضوان أصدقاء ديالنا الإخوة ديالو في المغرب سيف الدين والعربي الله يرحمها الله يرحمها والله يكرم نزولها ويوسع مدخلها ويغسلها بالماء والثلج والبراد وينقيها من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس والله يرحمها وكنطلبوا حنايا من الإخوة ديالنا ولادها الصبار والصبار والصبار ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. شكرا سي عبد الحميد المساتي شكرا جزيلا. الجمهور تا هو معنا هنا في مقبرة إيفير. سي محمد يعني شي كلمة في حق الراحلة المرحومة السيدة الحاجة رحيمو الأم ديال سيف الدين والعائلة ديال النايب كيفاش جاتك هذه الفاجعة سي محمد؟ إنا لله وإنا إليه راجعون فوت علينا حق لله ما أخذ ولله ما أعطى كل شيء عنده بأجل. الأم سيف الدين راه أمنا كاملة سي عبد الخالق احنا سبحان الله العظيم تقبل الوالدين ديالنا هذه واحد الشهر ونص دابا تقبل الوالدين ديالنا الله يرحمها. اليوم عاودت الجنازه الام ديالنا مسكينه ست الحبايب كنقولوا العائله النايب عظم الله اجركم انا لله وانا اليه راجعون نقول الله سبحانه وتعالى يغفر لها ويرحمها ويجعل ان شاء الله القبر هذا ديالها روضه من رياض الجنه ان شاء الله. هذا الشيء كيف السي عبد الخالق الله يلحقنا بها مسلمين ان شاء الله. امين سي محمد شكرا جزيلا بارك الله فيك والله والله يرحم موتانا جميعا الله يرحم الوالد كذلك الله يرحمه ويجعله من اهل الجنه يا رب العالمين. هنا بمقبره ايفير في وداع الام سيف الدين النايب عميد فريق اتحاد طنجه وعائله النايب السي هشام سابق هشام سيمو الاخ ديال السي محمد سيمو لاعب المنتخب المغربي واتحاد طنجه سابقا. سي هشام قلنا شي كلمه في حق وداع الحجة رحمه. واش نطلبوا له نطلبوا له الرحمة ثم المغفرة الله ينور القبر ديالها الله يسكنها فسيحة جنتها وتعازينا الحارة لأسرة النايب كاملة كاملين باستثناء شكرا سي هشام سابق شكرا جزيلا الله يرحم جميع موتانا فضلا. الاخ ديال الخليل بودرا لاعب الجيش الملكي والمنتخب المغربي مدرب اتحاد زمور خميسات حاليا سي شوقي انت موجود معنا هنا بمقبره ايفير المقبره الاسلاميه بالعاصمه بروكسل حيث نودع الام ديال سيف الدين النايب والعائله ديال النايب قلنا شي كلمه في حق وداع الحاج رحمه. بسم الله الرحمن الرحيم انا لله وانا اليه راجعون اللهم اغفر لها وارحمها واسكنها في سبع جناتها يا رب الحق لنا يا مسلمين. سعيد العافيه موجود معنا هنا بمقبره ايفير المقبره الاسلاميه حيث نودع الام سيف الدين النايب والعائله ديال النايب. سي سعيد العافيه يعني قلنا شي كلمه في حق الحاج رحيمه. الله يرحمها الله يوسع عليها الله يثبتها ان شاء الله ديالها ان شاء الله والله يصبر وليداتها والله يصبر سيف الدين اللي مسكين اللي ما حضرش مع الجنازه ديالهم ديالو
الله ان شاء الله يعطيهم الصبر، الله يرحمها الله يوسع عليها ان شاء الله يا ربي، وسكر وليداتها كلهم ان شاء الله. شكرا سي سعيد العافية، شكرا جزيلا. وارحم غربتها، اجعل القرآن العظيم يا ربي وسع عليها في قبرها، يا ربي وسع عليها في برزخها، يا ربي اجعلها من أهل الجنة، يا ربي اجعلها من أهل الرحمة، يا ربي اجعلها من الشهداء، يا ربي دخل عليها الرحمات، يا ربي اجعل عليها الرحمات، يا ربي أنس وحشتها، وارحم غربتها، يا ربي اجعل قبرها روضة من رياض الجنة، يا ربي اسكنها في على عليين، وعلى النبيين والصديقين، والشهداء والصالحين. اللهم يا ربي اجعل هذا القران العظيم الذي قراناه اليوم، اجعل القران العظيم نورا في قبرها، ونورا عن يمينها، ونورا عن شمالها، ونورا عند الصراط، ونورا عند الميزان، ونورا عند لقاء ربها الكريم. يا ربي دخل عليها الرحمات، يا ربي اجعل عليها الرحمات، يا ربي اسكن في على عليين، على النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. اللهم اغفر لهم وارحمهم، وعافهم واعف عنهم، واكرم نزولهم، وارزق مدخلهم، يا رب اغفر لحينا ولميتنا، يا رب اشف مرضانا، يا رب اشف مرضانا، وارحم موتانا، عليك بمن عدانا، اللهم اجعل من عدانا، واستغفر المكروبين، واغفر لينا عن البدين، اشف مرضانا وعافنا. اللهم إنا نعوذ بك من شر البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء. يا رب اختم علينا بخاتمة السعادة، يا رب اختم علينا بالحسنى. احنا الإخوة جميعا الله تبارك وتعالى يجعل العمل ديالنا جميعا خالصا لوجهه. يا رب اختم علينا بالحسنى، يا رب كن معنا في النوبة ديالنا، يا رب كن معنا في النوبة ديالنا، يا رب ثبتنا جميعا بالشهادة عند خروج الروح، يا رب أمتنا على قولة لا إله إلا الله سيدنا محمد رسول الله، ليذكر جميعا سيدة اللهم أجرهم في مصيبتهم، اللهم أجرهم في مصيبتهم، اللهم صبرهم يا رب العالمين، اللهم صبرهم يا رب العالمين. الله تبارك وتعالى الله يخاويهم وتويهم، الله يخليهم إخوانا على سرور متقابلين، الله ينجينا وينجيكم من الأشرار، ينجينا وينجيكم من الأضرار، الله ينجينا وينجيكم من مصائب الدنيا ومصائب الآخرة. من الإخوان اللي عنده شيء من الخفة الكريم الله تبارك وتعالى كفر، الله يبلغوه المقصود غيره، الله يبلغوه المرغوب غيره. يا رب ادفع عنا هذا البلاء، ادفع عنا هذا الوباء، يا رب اختم علينا بالحسنى، يا رب اصلح اولادنا، يا رب اصلح اولادنا، يا رب اكتب لهم النجاح في الدنيا والاخره، يا رب اشرح صدورهم ويسر امورهم، ويا رب انصرنا على من عدانا، يا رب انصرنا على من عدانا، اللهم يا رب انصر الاسلام والمسلمين، اللهم يا رب ارفع رايتنا، وانصر قراننا وسنه نبينا، يا رب احفظنا في لا اله الا الله سيدنا محمد رسول الله، وصل اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم، وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد. اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها، وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. وإذ قال الله يا عيسى ابن مريم أأنت قلت للناس أمي إلهين من دون الله، قال سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق، إن كنت قلته فقد علمته، ولا أعلم ما في نفسك، إنك أنت علام الغيوب. ما قلت لهم إلا ما أمرتني به أن اعبدوا الله ربي وربكم، وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم، فلما توفيت